العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. والله والله حد لك كان شوار قسم بول قسمية كميان وظاهر بو دو هميان نص بو في هميان مفسر بو شوار هميان محكم المحكم في اللغة المتقن متقن يعني توتن وتوال باشا. وفي الاصطلاح الشرعي أما لزاراوي شرعا هو اللفظ الذي ظهرت دلالته بنفسه على معناه ظهورا قويا على نحو أكثر مما عليه المفسر ولا يقبل التأويل ولا النسخ. الاصطلاح الشرعي أو لفظيك دلالة كيب نفسي خوي لسر معنى كي ظاهر به أما شو ظهوري ظهوري كي زوي بهيز بأندازي زياتر لويك مفسر لسر يعني أو ظهوري هل بهيز بو ولم جار ظهوري أم بهيز تربي لويك مفسر لسر بو وأم جار مفسر كوت ما شاي لزمان في غنبنا دروجي خوي لسر به قبولي نسخك أو تأويش قبول تأويلي ناكر أم هل ولا يقبل التأويل أو ممكنه لو اختار قبول نسخ كلا أم قبول نسخ جناك على زمان في غمر شهر دولي خوال الزمان ولا يقبل التأويل ولا النسخ فهو لا يحتمل التأويل فاز محكم تأويل بردارني هل قري تأويلني لأن وضوح دلالته بلغت حدا ينتفي معها أي احتمال للتأويل شنك الرونبوني دلالتك جيشتوة مرزك و فينتفي معها باشا كمنتفي به لقل أو دلالة لا هر احتمالك وتأويل وهو وقود من لا يقبل نسخ نسخ قبولك لأنه يدل على حكم أصلي لا يقبل بطبيعته التبديل والتغيير بارك قبول نسخ ماك شن أم دلالة لسر حكمك أصليك أو حكم أصلية بطبيعة خوي تبديل تغيير يعني أعلو قران وتغيير بسلاحات نقبل ناك أو يقبله بطبيعته باشا يا طبيعتني خوي وايا قبولي أكا ولاني ولكن يقترن به ما ينفي احتمال نسخه بلا ممكن اشتاكي واي لقلبي كأوشتان يعني احتمال النسخة كي برترفك قرينيكي لقلبي كبر أساسي أو قرينيا نسخ ظلمك فتنسى من الأحكام الأصلية الأساسية التي لا تقبل بطبيعتها أي نسخ النصوص الواردة بالإيمان بالله واليوم الآخر والرسل وتحريم الظلم ووجوب العدل ونحو ذلك لو أحكام أصلية بن الرتيانيك طبيعة قبول نسخ نسخ هناك أو نص قرآنياني حديثيانيك واردون إيمان بأخوة مثلا آمنوا بالله واليوم الآخر توجبي أو أنا اشتاقين كنسخ قبولك يا إيمان بيرن بك يا غنبران مثلا يا ظلم حرام حرمت الظلم ويقولوا بفرمي وجوبي عدل مثلا أوجبت العدل عدل مواجب كذبا حجي ما نسخنا لي أنا ومن الأحكام الجزئية التي اقترن بها ما يدل على تأييدها بالي اما لو احكام جزئيه او كاشتيك فيوبيا كدلاله لسر اشي وتأبيد بينك تأييد لسر تأبيد جاقل اشتيك لقلبي دلاله لسر ابديه احكامك كايت نسخنا يعني نسخ قبل نسخنا يعني او علامتك فيوبيا كدلاله لسر تأبيدك دليل لسر عدم نسخ قوله تعالى قوله تعالى في قاذف المحصنات لما أردك ثانيك قسم محصناتك كفرمية ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا مئة أو أبدا يبيا ويا يعني إتأمى نسخنا لتعذى يا قول الله تعالى للتحريم النكاح أزواج في غمرة ذو يخلص من بعده مثلا جوايا ويكا في غمرة ذو يخلص بوفاتي كذ هيش جنكاني حقي شكر دنيانية وكسيكش حقي مئة مثلا تمعي لو بيك جنكاني في غمرة مالكا ويفرمي وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويودرزني كأذيتي في غنبركن
ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا وبوش تاندروز نية جنة كاني پیغمبر معركا لدواي پیغمبر بو أبد ني بو أبد معري عن مكان يعني كل أول تعليم نسخ تزير نية أو أبدا كيويا يا قولي پیغمبر زوجي قال سبيع فرمي الجهاد ماض إلى يوم القيامة يعني جهاد قزراء وبرياري وكجهاد مثلا مشروع أو هيا تاروجي قيامة تاز نسخ قبول معك شون تي تاروجي قيامة ويسمى هذا النوع محكما لعينه يعني أم جورا مثلا ألفاظك بمشيوة علامة أبدية في وريان لا أحكام ابن الرتية في نوع محكم لعينه وهذا القسم هو المراد هنا وهل أم محكم لعينه ما نما بس ليرا ولو قد يكون المحكم لانقطاع الوحي بموته صلى الله عليه وسلم أما جاري وهي محكم لغيره يعني لبل انقطاع وحي بموت في غمر مثلا يسمى فسار وثمان قبول نسخ كان زماني في غمر أما لبنويك في غمر وفاتي كردوا قبول نسخ ناكا فسار أو مفسر أبيت محكم لغيره حالبي محكم لانقطاع الوحي كاللواء محكم يعني غير قابل نسخه ويسمى محكما لغيره وهو غير مقصود هناك للا أو ما لم بسنيا وجوب العمل حكم محكم وجوب العمل بما دل عليه قطعيا أوجد قطعا بواي يعني واجب عمل كين بوشتيك محكمة كدلا ذكال ذلك قطعا ولا يحتمل إرادة غير معناه وإيتي حرقلي إلى دي غير معناه أو لفزينيا ولا يحتمل نسخا ولا إبطالا واحتمال نسخ باطل كدنو أمانينيا مرات لوضوح دلالة مرتبطة يعني. أبي قلنا ما هو ما نوت إن واضح الدلالة أربعة أنواع وتمان واضح الدلالة شوار قسم الظاهر النص المفسر المحكم أو شواره وكلها واضحة الدلالة وقشت دلالة واضح يعني ولكنها هرشن هميا واضح الدلالة ولا تتفاوت في قوة وضوح دلالتها على المراد منها فرق يعني هيا لهذه وازحون الدلالة كان لسر مراد لوانا مثلا فأقواها في وضوح الدلالة المحكم قوي كريم يعني لوازحون الدلالة محكم ثم المفصل ثم النص ثم الظاهر أبو تدل ويظهر أثر هذا التفاوت عند تعارض وأثر شوينوالي أن تفاوت لكات تعارضا قرارا مثلا أذا المحكم يكون مفسرا لبرابريكا قرارا يعني إما ترجيحي محكمك أذين مثل مفسركها يا أدر مفسرك والنفسي قرار يعني ترجيحي مفسرك أدين مثل نفسك يا نفسك وظاهري ترجيحي نفسك أدين مثل ظاهرك مثلا فإذا تعارض ظاهر ونص قدم النص أدر ظاهر ونص لبلا بريك قرار يعني أو النص بيجدد لي بس الظاهر ده إذا تعارض يعني دش بيقبل يسن مثلا وافرتك ظاهر هي حلال بون يشتيك قياني دي نفسك شيء حرام بونك يعني إذا بقينا فكاك لأنه أوضح دلالة من الظاهر شنو كالنص لروان في دلالته واضح تر لظاهره وإذا تعارض نص ومفسر أجل نص مفسر تعارض يعني رجح المفسر على النص ترجيح المفسر ليه بس النص ويرجح المحكم على الجميع بس بشتى وسنذكر الأمثلة على ذلك عند الكلام عن التعارض والترجيح في الفصل الثالث ولفصل فيهما كأقسما لباري تعارض وترجيح هي مثال بوقش ثاني بينه حالبا مطلب دوام لو دو مطلب القرار باسكلي غير الواضح الدلالة غير واضح الدلالة أي شو اسمه هو اللفظ الذي وهو اللفظ الذي في دلالته على معناه خفاء وغموض غير واضح الدلالة أو لذيك هل دلالة كي لسر معناه فيها خفايا كتيايا فوشي جاكي غموض كتيايا غموضيش هر معنای در پوش راو تقریبا اوکو گرفت بی با که گشتیم در معنی فلا يدلو على المراد منه بنفسی قد ام لفظه باله بنفسی خود دلالت لسر مراد لخوی ناکه یعنی مراد لخوی چیه بلفظه نایینه بل يتوقف ذلك على امر خارجی بلكو بو دلالة كذن لسر مبستي خوي متوخف لسر أمريكي خارجية كواضح الدلالة كان هيتشان متوخف لسر أمريكي خارجي نبول
وهو في الخفاء على مراتب جاء غير واضح الدلالة لذا خفاء دا لسرش المرتبة درجات درجة بندية أعلاها المتشابه لقشت يعني بعلاتر لخفاء دا يعني لقشت يعني خفيتر متشابهة وأقل منه خفاء المجمل وكمتر لا متشابه لروان جي خفاء ومجملة دواي مجمل ثم المشكل دواي مشكل أمره خفية إيما ونتكلم فيما يلي عن كل واحد على حدة لهمو يندان دانق سوكين كواتا أويكم باسلك خفية مشكلة مجملة متشابهة على إثباتي خفية كما هي خفية شيء أفرمي الخفي لفظ دلالته على معناه ظاهرة يعني بروالا أو الدلالة كبني رسل معناه كين ظاهرة عشكراية أي باشا بوشي خفية ولا إلا أن في انطباق معناه على بعض أفراده غموضا وخفاء يحتاج إلى شيء من النظر والتأمل لإزالة هذا الغموض أو الخفاء بالنسبة إلى هذا البعض من الأفراد فقد أونيها لانطباق معناي أولى بزا لسر بعضك لأفرادك آية معناك ضلين بنسبة برق لأفراده قسينية طالما بنسبة برق لأفراده ترديد ما نبو دروسك آية بلي أو معناية بسر أو أفراده بسر أو قسمة أفراده شاء انطباق ببير بنسبة أو انطباق وغمم وخفايت آية احتياجي بتوزيك نظر تأملها يبو أو غمم لاجي أو خفا لاجي بنسبة ولا أو بعض أفراده كلوانية مثلا شامليني أي سبا مثال بيرينو مثاله لفظ السارق في قوله تعالى لفظ سارق والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما بلد بياوي بزوجيني بزدس يعني ببرنو والسارق سارق هو من يأخذ مال الغير خفية من حرز مثله سارق بكسق مال غير بنهيني ببا لتوابي با لحرز مثل أوشتا لحياني باريس جاي مثلي خوي واتي تلبا في مالك فرق كان مثلا كاني خلق طلع لكوا داني بول لكوا داني او شو انا انا كمخصوصي بول طلع انا هو حرزي او مالايا يعني باريس جايتي جاد زي اويا كسي مالي غير بني يعني هلقري لباريس جاي مثلي او مالا داني كواتا اقر كسيق مثلا واردي مالك بو باشه لپلایت تلویزیون که آب سیب مثلاً صد هزار منی دانه زیابو حالی اگر بینیم مثلاً آو پولا هر گریه آواز زینیه گوشی چون درسته هو من یاخذ مال غیر خفیته آمین حرز مثلیه نیه چون مثلاً کابرای لسه دیکور تلویزیون که پول دانانی بلکل مثلاً ایخات ناو گاوسنو قوی یا ایخات ناو گنجینش دیکو ایساک لوا حالی نگرتوه لوا لجي خويا مخصوص خويا دايرناوا أم هاتوا فولكي بردوا بل أما أخذوا مال الغير خفيتنا أما من حزي مثلهينيا فزيك وتدزيتي والظاهر والظاهر من لفظ السارق أو كذلك من السارق أنه يتناول جميع أفراده يعني هذي كهمتين عملك أنجام باه وتيأخذ مال غير خفية من حج مثله أي قريتوا حتى من يسرق الناس في يقظتهم ولبي نوع من المهارة وخفة اليد هذا بجولة كوا كثاني جريتوا كوا دزيل خلقك لبيداري خلقك عين لوقتك خلقك نخوتوا بيدار وريايا ولبي نوع إلى مهارة دست سوكي يعني سرعة دست أو دزيئة كانوا خلقنا ذلك وهو المسمى الترارة كأمجور دزفيرا ترار حالب يعني جبر يفهم الروايات وترارة كما يتناول لفظ السارق حسب الظاهر من يسرق أكفان الموتى من قبورهم هل وقت لفظ السارق بجور ظاهر كي شامل كثانك جديد ككفني مردوانة زندنا وقبركانيانا وهو المسمى بالنباشي نباش كسك نبشي قبر كابو كفن
باشا بلا آية بزالين أم لبذي سارفة كلم آية تداهيا شاملي ترارو نباشش دي لشامل هاتني ساريخك بو ترارو بو نباش خفائي تيايا أبي بيري ليكينو بزالين أكلي تطيخ كان ناكلي أقر ترارك ما نقدر سي برين ياني برين أقر نباشك ما نقدر سي برين حدي دزي لتجاريك ياني كين باشا. ولكن اختصاص الأول باسم التراري وبلا اختصاص أول مثلا أو نوع أو من يسرق الناس في يقظتهم بنوع من المهارة وخفة اليد اختصاص تاكرب الترار في ناجم صعري قيتر واختصاص الثاني واختصاص الثاني واختصاص دوامك باسم النباشي أو كواقف نكاد زي مثلا في يجن نباش ناجم صعريق ويكرر أو اختصاص جعل اللفظ الصارخ خفي المعنى بالنسبة إليهما ويكردوها للبزي سارخك معناك خفيفة بالنسبة أو دوانه ذاني بو شو مثلا خفيفة إتر شن بو شخصا ناجن سارق ناجن ترار ناجن نباش جباو خو حد أو فقطعوا أيديهما بو أوانا يبو ترار بو نباش شو قوي تعالى نيفرمو الترار والترارة النباش والنباشة فاقطعوا أيديهما وين فرموا فرموا دي أسارق وسارقة فاقطعوا أيديهما بل لأن انطباق معناه عليهما لا يفهم من نفس اللفظ شك انطباق معنى السارق لسر نباش ترار لنفس لفظك فهمنا أكله بل لا بد له من أمر خارجي أبي مثلا قريني بفاكين لأمرك خارجي تذكري ووجه الخفائي وجه خفا كشي أما يعني دليل خفيبونك شيء وجه خفا ما يرد إلى الذهن أو اشتئكت وارد ذهن أبي من اختصاصهما بهذين الاسمين لويك أم دوانا تايبد من ديان تياكر دوا بم دونا ووا يعني أنهما ليس من أفراد السارق يعني والدك عبر هو لأفراد السارق مين ضلا ولكن بالنظر والتأمل وقت دوايا وكتي سكرينو بيرمان ليكردو يتبين أن اختصاص الترار بهذا الاسم مرده زيادة في معنى السريقة لحذقه يعني حذقه ومهارته في مصارقة الأعين المستيقظة منتهزا غفلة المسروق منه كيف يعني عين كاتا يعني بوشي مثلا بترار نايجن السارق شن كرددا على معنى السرقه يعني الا معنى السرقه تازي على الراوي كردوا يعني الا دز او لا تريكا شاكا بويا وين ذلك لك احساسي ترار ضمنا وهو ما ردك يعني انجامك زيابونك لمعنى سرقته جاز زيابونك لمعنى سرقته لبسي لبر حذق مهارات حذق يعني واردون حاذقة كابرة مهارتي هي لشيء في مصارقة الأعين المستيقظة لدزي كردن لو شاواني كذي تزيد الروان وريان خيان كيانا كوتوا حالي حالي شوايا كابرة منتهزا غفلة المسروق منه بفرستي ذاني وغفلتي مسروق منه وكذي ليكرا ما دام نوعي غفلتي هي فرستي نادي ذي كردوا فسرقته بهذا الاعتبار أخطروا بس بمعتباره دزيكي أم خطر تريده لدزي معمولي والجريمة كي أمتعونك أم أفضعوا بشدة تريده خراب تريد فيتناوله لفظ سارق بس بم قرار اللفظ سارق شامل دي ويقام عليه حد سرقتي بس حد سرق لسر إقاماك أما النباش وللنباش فقد اختص بهذا الاسم لنقصانه في معنى السرقة لا تماشاك دودان ايه كان ترارة ايه كان نباشة لفظ سارق شامل يا ناهي بلان دوايا ويكتير فكريتي تماشاك او كسيك في الان ترار لبر اويك زيادي هيا للسارق يعني للسرقة او لا تركوتوها حالبي ولي كفيب بكسي بيجي النباش لبرأوية كمبودي هي لسريقتها يعني مثلا درست دزية بلان دزيتها أو دزنية سريقتها كيف تقول لأنه لا يأخذ مالا مرغوبا فيه من حرد أو حافظ
چونك امخو نهات ومالكي چاك مرغوبا فيه بس كفن لبلابل لبل مردوعة كابرا هر ذاتي شي قرر كابرا كسيق مرددو بشي كفنك إليكاتو مالكي مرغوبا فيه نيه يعني مالكي وانيه كإنسان على خيتي في بلاش مليك مخير عدينا بفورم بأكا وانيه او دا لحيذ جنيه تلك قبرك اللي اخو كتنيه واشي بيوا بيه حتاب شي مثلا داري بيني ولا برشاوي خلقا يعني مثلا لماري خلقا او كبري ديواري بوا بري لابليكانو لا مثلا باني جو بوا يشيت السار اوانينيه يا حافظ اجنيه نقاباني كي بلاوانيه بلا والله عشي لبردسي نقابانك وايجزي جاء لبر أول لأن القبر لا يصلح حرزا فنك قبر بو حرز ناشي والميتوش لا يصلح حافظا ميتوش بو حافظ ناشي بلغ وشيابيو فلا يتناوله لفظ السارق فالزفز سارق شامري نباش ناية فلا يقام عليه حد سرقتي فالحد سرق قبل سر نباش إقام ناكره وإنما يعذر تنهاء نهي تعزير ذكره وهذا على مذهب بعض الفقهاء كأبي حنيفة رحمه الله إنه بعد ذلك إنما يتري وثائم شربة ذلزانا إقامة حد إلى سلكة فقبك توفير بيشي كفنشي. وقال الجمهور اشتباش الجزية جمهور أولا إن السارق يتناول النباشا ولا جمهور باول الذي سارق شاملي النباش جديد بو لأن اختصاصه بهذا الاسم لا ينفي انطباق معنى السارق عليه شنو ما كي اختصاصي فاك لبونه بس بجي في يجن سارق في يجن نباش او اختصاص نفي انطباق معنى السارق لسرنا يعني باع وجبه معنى السارق الشامل بسيا وانما يكون هذا الاختصاص كاختصاص نوع معين من انواع الجنس باسمين على كاتا او اختصاص والاختصاص نوع معين لانواع جنس واعي باسمه مثلا انسان حيوانه وليش نوعك الحيوان ناوي بيضين إنسان نوعي ترجع حيوان بيجن فرس مثلا بفرس نا يجن حيوان يجن فرس بإنسان نا يجن حيوان يجن بغى إنسان دي كواتا مثلا بنباش بكفندس نا يجن سارق يجن نباش نباش نوعك لدس آوة ناوي مخصوصي هي فيبقى مندرجا تحت هذا الجنس بس مندرجة هالجر أو جنس سارق وهنا يكون النباش نوع من أنواع الجنس السارق ولذلك نباش نوعك لأنواع الجنس السارق فيصدق عليه اسم سارق فالنار السارق بسرع صادق لو كان حيوان بسرع إنسانا صادق مثلا الإنسان حيوانا درس شبهي النباش سارق أما كون القبر غير حرزين أما أوك بلا القبر حرز نية فمردود رد كريته لأنه يصلح أن يكون حرزا بالنسبة للكفن مالطا مالطر فيك قبر جكري حرز بيبو كفن كفن لي وعلى جيره لأن حرز كل شيء بما يناسبه شن حرز هالشيء بشيء كمناسب أو شتبه وكون الكفن غير مرغوب فيه لا يمنع ماليته وتقومه وأوك كفن مرغوب فيه نيا يعني شتي قيمة مثلا شاق نيا مانع لمعبوني أو مانع لقيمة داربوني أو نيا قيمة الشيء ومعوشة فيتحقق شرط في المسروق فالشرط المسروق هذه تدي وهو كونه مالا متقوما كوجه مسروق شيء ويكذبه مالك ذاك مالك داريخ مدبه وعلى هذا يقام حد السرقة على النباش وبنابر أما حد السرقة لسن النباش إقامة أكره وقول الجمهور هذا هو الراجح خوش في رواية قول الجمهور ديرا باشتر لقول أبو حنيفة ومثاله أيضا مثالة البو أمن خفية لفظ القاتل في الحديث الشريف كافر به لا يرث القاتل أي أم قاتل فهو لفظ عام يشمل بظاهره القاتل عمدا وخطأ ظاهره كيتما شاهده شامل القاتل عمد شو خطأ جديد ودلالته على القاتل عمدا ظاهرة ودلالة كردني لفظ قاتل لسر قاتل عمدي ظاهرة ولكن في انطباق معنى على القاتل خطأ شيئا من الخفاء ولكن في انطباق معناه على القاتل خطأ شيئا من الخفاء والغموض وبلام لوداك معنى قاتل آية منطبقة بس القاتل خطأ آية شيئا من الخفاء والغموض تيايا
سبب هو وصف القتل بالخطأ كسبب أو خفى غمولك قيابه وصف قتل قياب خطأه بو لأن الحرمان من الإرث عقوبة شنك بيباش كردني أو قاتل الإرث عقوبة والخطأ عادة خطأ إجل الروان عادة يختلف عن العمد فرق هي لقى العمد في استحقاق العقوبة لا أو ذاك استحقاق بياك أبو أويس زابد لي فهل يساويه هنا في الحرمان من اليسيب آية لريشة قاتلي خطأ مساوية لقى القاتلي عمد لو ذاك بيبشكري لإرث وينطبق عليه معنى الحديث أم لا وآية معنى حديثك قال لا يرث القاتل منطبق أبيلة القاتل خطأ إجالة عليه ذهب بعض الفقهاء إلى مساواته في العقوبة بعد الفقهاء ذهب ينقلج أن قاتل خطأيش لعقوبة مساوية لقل قاتل عند عم عقوبتك عبارة لا حرمان لا إرث يعني قصاص ديواننا فيكون له القاتل متناولا للقاتل خطأ كتناوله القاتل عمدا فالذم قرارا لفظ قاتل الشامل يبو قاتل خطأ خلوك شامل يبو قاتل عمد فيحرم كلا فيحرم فاز محروم ذكري بيبش ذكري كلاهما هر دكا من الميراث إلى ميراث يعني مثلا كسي أجر مورثك خوي كش بعمدي بيكوجي هر إستي نابا بهلاش بيكوجي هر إستي نابا وحجة هذا الرأي وبلغي أمر يأمي أن القاتل خطأ كسيك القاتل خطأ يصدق عليه اسم قاتل صادق ذبيع بسري اسم قاتل ولأنه قصر في الاحتياط والتحرز وبعضا لبرع وشك أم درست قطرك خطأ أما كوتاهيك دول احتياط وخوفاراتنا يعني مثلا احتياطي تكامل رعايتنا كذا فيحرم من الميراث تسبيب شكري لميراثك جزاء تقصيره لبرابر أو تقصيره لفاداش أو تقصيره ككرديه يعني سزاء لبر سزاء تقصير لبرابر بخاطر تقصيرك سزاء عندي سزاء كشي ميراثي نابني ولأن الحرمان من الميراث عقوبة قاصرة وبعض لو لا يشو حرمان لميراث يعني ميراثي نابني عقوبته كاملة عقوبته قاصرة لا عقوبة كاملة دي باشا وك أما وكو قاتل خطأك أقل لبرابر قطر عمد أقلين كم ديني لبرابر قطر خطأ قاصرة تقول عقوبتك شر قاصرة فسكواتا حقي خود فلا مانع من مساواته فيها للقاتل عمد فاز مساواة مانع أقلين لوك أم قاتل خطأ مساوي لعقوبتك دا بو قاتل عمد باشا أما الدولة شو واختلافه معه في عقوبة القصاص واختلاف بين عقوبة خصاصة مثلا قاتل عمد عقوبة خصاصي ببيت ولا قاتل خطأ عقوبة خصاصي نبي قصاص باشا تذكرات أو فرق كهرب بجي خوي محفوظة ولأنه إذا لم يعاقب بهذه العقوبة القاصرة وبعد من دليلك أجر بيت أم قاتل خطأ معاقبة كريبا عقوبة قاصرة فإنه يؤدي إلى شيوع القتل بين ورثة وادعاء الخطأ فيه سلك يا شيخ ولا يقبل برغلاغوني قتل لبين وارزقلا وادعاء خطأ فيه مثلا كابرا قلاتي فولي مية جباك يا كجيب ويجيسي بيبقى شاكر وعلى نمزاني لدس مدرشو حالبون فسدا لهذا البابي فازبوعويك إما أمدر قامان بستبه ومنعا لذريعة الإجرام واستعجال الشيء قبل أوانه وبوعوي منعي وسيلي تاوان بكين ومنعي عجل كردن خسن بروي الشيء بكين برلويك وقتي به يجب حرمانه من الميراث واجب بيبشكري للميراث حالي من جيد؟ يعني منظور هو يكب لدليل كاني سدي ذريعية بوعي قاتل خطائج بيبشكري نائد وذهب البعض الآخر من الفقهاء ولبعض الفقهاء ذهب ينكر إلى أن لفظ القاتل في الحديث الشريف لفظ قاتل حديث كذا لا يشمل القاتل خطأ شامل قاتل خطأ ما لانعدام القصد السيء عنده لبلو أو قصد خلافي للانية
فلا يستحق العقوبة الكاملة، فاستحقاق العقوبة كاملين كوهي الخصاص، ولا يستحق العقوبة القاصرة، واستحقاق حتى عقوبة قاصرة كوهي الخرمان من الميراث كعيب بشكرنا الميراث. وهكذا الحال في كل لفظ ظاهر الدلالة على معناه مع خفاء في انطباق هذا المعنى على بعض أفراده، وحال بمشوية لحر لفظك كظاهر الدلالة ليس معناك ولي خفايا كتابة لا انطباق أو معنى معنى أو لفظة بوصل بعض الأفرادك، فهو خفي بالنسبة إلى هذا البعض من الأفراد، فذ لفظك بالنسبة أو بعض أفراده أبت خفي، فذ خفيك بالنسبة أو بعض وهي مثلا لفظ سارق بالنسبة كسيفك من يأخذ مال الغير خفية من حز مثله خفينية، بلام لو ذات آية الشامل دي بو نباش وبو تراوي الشامل نايل لو أخفاك بياك. فأما أن ينطبق عليه بعد التأمل جدوى، فإما أن ينطبق عليه بعد التأمل والنظر فيسري عليه حكمه باشا جالد وهي مثلا دواي تأمل نظر يا شاملي دي أنا هيد أقل شاملي هاد أو حكمك سرايتك أبو سري حكمي لفزك حكمي هو معنى، وإما أن لا ينطبق عليه معناه أقل شاملي جناهات فلا يجري بعضه حكم عليه حكمه كما مثلنا. وأنظار الفقهاء تختلف في هذا المجال، وخاو النظران يعني خاو النظران فقهاء لما ورد اختلاف يعني فيار يعني يكيد لأسباب اختلاف لبين فقهاء أم موضوعي حالبي أرجع يتوقعن والعية دين سلأو حكم خفي أفرمي وجوب النظر حكم خفي وجوب النظر والتأمل في العارض الذي أوجب الخفاء في انطباق اللفظ على بعض أفراده على واجبة تفكر النظر بدين لو شديدك عارض لو عارضي لك خفاي لانطباق لفظك لسبع من الأفراد دروس كردوه. فإن رؤي أن اللفظ يتناوله أجر وادي تلك لفظك الشامل دي جعل من أفراده أو الأفراد أو قرار دي واقترار من قرار دا لأفراد السارق وأخذ حكمه حكمك أو أجري كما في التراري. وإن رؤي أن اللفظ لا يتناوله أجر وار رأي دلاء كلفظك شاملين لم يأخذ حكمه حكمك ناقري كما في النباشي مثلا أبو حنيفة عبدالله. وقد يتفق الفقهاء في نتيجة تأملهم ونظرهم وقد يختلفون، وفقهاء جد برهمين تأملوا كيف كلمي خيانا جاريوا هيا اتفاق يعني هيا جاريوا شيء اختلاف يعني بها أبي وهو ترارك اتفاق يعني هيا كعلم سارق شامل لرسليا وليبون باشك اختلاف يعني بها أبي. 10 دقائق.